كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحه وعافيه واموركم تمام واحوالكم طيبه ان شاء الله. كيف نتوما مع رمضان؟ ان شاء الله تكونوا بصحه جيده ان شاء الله نتوما والاسر ديالكم. 10 اواخر مباركه من رمضان الكريم، ايام مباركه كنعيشوها. الله يتقبل منا ولا يجعلنا من العتقاء ان شاء الله، ويجعلنا من الفائزات او من الفائزين باذن الله سبحانه وتعالى بليله القدر يا رب، ويكتب لنا الاجر والثواب ان شاء الله. نكثروا حبيباتي من دعاء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، دعاء جميل نكثروا منه حبيباتي في هذه العشر الاواخر المباركه، وان شاء الله كنذكر به نفسي اولا وكنذكركم به حبيباتي. اليوم حبيباتي غادي نقترح عليكم الطريقه ديالي السهله والبسيطه في تحضير الفقص، الحلوى الشهيره العريقه والاصيليه المغربيه اللي ضروري بالنسبه لي تكون حاضره في الطاوله ديال العيد. هاد الحلوى هادي انا من عشاق هاد الحلوى، لانها ما كتجيش حلوه، لان الفقص الاصلي ما كيجيش حلو بزاف، كيجي لذيذ وفي نفس الوقت يعني مسوس شويه، كيجي غزال وفيه ديك النكهه ديال الزرارع، يعني حبه حلاوه شويه النافع مع اللوز. اليوم ان شاء الله غادي نقترحوا عليكم بنكهتين، نكهه ديال اللوز والنكهه ديال الكوكو، يعني كيبقى اقتصادي في حاله ما اذا ما بغيتوش تعملوه باللوز، وحتى هو كيجي مزيون ان شاء الله. هادو من الحلويات اللي معتمدين عندي والوصفه ناجحه ان شاء الله، وكيبقى من اهم الحلويات اللي ما كتزالش الموضه ديالها، وكل ما كتقادم كل ما كيمر عليها الوقت كل ما كتزاد القيمه ديالها بالنسبه لي، وكتستطع انها تنافس اشهر الحلويات ديال البريستيج وديال لي مودرنا. فالفقاس كيبقى هو بالنسبه لي هو العروس ديال المائده. بديت معكم به هو الاولاني لانني من معجبات به ومن العاشقه ديالو، كيعجبني بزاف خصوصا مع الفنجان ديال القهوه، كيجي رائع المذاق ديالو. والطريقه ديالي ان شاء الله كنتمنى تعجبكم وتعتمدوها، كيف ما كتشوفوا كيجي روعه وكيف ما كنقولوا طوب. تبعوا معايا الطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله نبداو على بركه الله. عندي هنايا المقادير، ها هما كيف ما كتشوفوا. اليوم غنعطيكم العبار بالزلافه باش يجيكم الامر سهل، وكذلك غنعطيكم القياس التقريبي بالكاس الشهير ديال العنبه باش تكون المقاييس سهله وان شاء الله تجربوه بكل سهوله وينجح معكم ان شاء الله. عندي هنايا زلافه ديال البيضات، هادي انا هزت لي تقريبا 6 ديال البيضات، بالنسبه للحجم ديال البيض اللي عملت متوسط ماشي كبير بزاف، اذا كان عندكم البيض كبير بزاف عملوا غير 5، المهم كتكون معمره. هاد الزليفه ديال الحريره ماشي ديك اللي كبيره بزاف، يعني ديك اللي متوسطه. وعندي هنايا زلافه لارب، يعني ماشي عمرات، ماش كتشوفوا شحال بقى لي، تقريبا واحد سنت واحد سنتيم ديال الزيت. وعندي هنايا زلافه ناقصه حتى هي لارب، ناقصه على يعني ناقصه على الزيت شويه ديال السكر. بالنسبه للسكر كتبقى الكميه اختياريه، انا بالنسبه لي الفقس اللي هو بلدي واصيلي ما كيجيش حلو بزاف، البنه ديالو هي في المكونات وفي ديك المليحه اللي كنعملوا له، والحلاوه ديالو خصها تجي معقوله، يعني هو ما كيجيش حلو، كيجي لذيذ ولكن في نفس الوقت ما كيجيش حلو، يعني ما كتاكلو ما كتحسش ما كتسبقكش الحلاوه لفمك، لا كيسبقك المكونات اللي فيه وديك الملح هو اللي كيخرج النكهات، وشوي والسكر كميه كتكون معقوله. هنايا تقريبا بالكاس ديال العنبه كيهز تقريبا واحد جوج كيسان لارب ديال السكر. انا بالنسبه لي اللي دائما كنعملو ناقص، ولكن على حسب اليوم حيت غنعطيكم المقادير، وكاين بزاف ديال المتتبعات كيعجبهم شويه الحلاوه، كنوجه لهم تحيه هما كيشاهدوني ان شاء الله، حيت العام اللي فات كانوا جربوه. يعني كنتكلم على اختي الحبيبه وكنجاها شويه ناقص في الحلاوه، هي كيعجبها شويه الحلاوه، يعني عجبها في المذاق وكل شيء ولكن الحلاوه جاها ناقص شويه. فانا غادي نعطيكم القياس اللي غيجيكم الحلاوه يعني كترضي جميع الاذواق. قلت لكم عندي هنايا تقريبا جوج كيسان لارب ديال السكر بهذا القياس هذا ديال كاس العنبه، كنتمنى يكون القياس ديال السكر واضح. وبالنسبه اللي ما كيعجبهاش الحلاوه بزاف فمن الاحسن تعمل غير كاس ونص، بركه عليها، يعني تعمل غير هذا القياس هذا راه كيجي رائع فعلا، كيجي غزال. بالنسبه باش غادي نقسم، عندي هنايا كاس ديال الزنجلان، بالنسبه للزنجلان ماشي خضر، يعني خصو ضروري يتصهد واحد شويه، تزال منه ديك الرطوبه باش يجي لذيذ. هذا انا شريته ديجا يعني محمر واحد شويه، زيت صوتيته يعني يعني صهدته غير واحد شويه حتى طلق ديك الريحه مزيونه ديالو. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال اللوز، هذا غطيته
لانني سبق لي نقعته في المزهر، ومن بعد خليته يستقطر، خصو يكون ناشف. كيف ما كتلاحظوا انا المكونات وجدت عليها تسع، ما خصوش يكون فيه الماء. ها هو، وقسمت اللوزه على الطول وخليته بالقشور ديالو كيف ما كتشوفوها هي، تمنى تكون واضحه. هي اللوزه على الطول وبالقشور ديالو، وعندي محمر ماشي حتى هو خضر، لان صدقوني ملي كتعملوهم محمرين يعني في الغالبيه ديال الوصفات ديال الفقاس كتجبروا هاد المكونات كيكونوا خضرين. جربوا تعملوه بهذه الطريقه، يعني كتحمروه غير شويه ماشي كتقليوه، يعني كتحمروه في الفرن وكيتحمر كياخذ هذا اللون، كيجي لذيذ بزاف داخل الفقاس. عندي ساشي ديال الفاني، ممكن تستخدموا حتى الفاني ليكيد، واحد ملعقه صغيره. وعندي خميره ديال الحلويات من فئه 15 غرام، يعني للاخوات اللي في المغرب يعملوا جوج ديال الساشيات، حنا هنا عندنا يعني ساشي كبير فيه 15 غرام. وعندي الملح، بالنسبه للملح كنأكد انها خصها تكون كميه معقوله، عندي نصف ملعقه صغيره ديال الملح. وعندي هنا واحد الملعقه كبيره خليط ما بين حبه حلاوه والنفع، محمرين واحد شويه غير مصهدين ومطحونين كيف ما كتشوفوا، يعني مطحونين. وصافي بالنسبه للدقيق، انا عبرت هنايا كيلو مكمول، وغادي نشوف شحال غادي يدخل لي، لان كتعرفوا الدقيق دائما على حسب درجه الامتصاص ديالو نص سوائل. وعندي واحد المكون اللي هو مزيون بزاف، بغيتكم تجربوه، اللي غيخلينا اذا بغينا نعملو يعني فقاس اقتصادي، في حاله ما اذا كان ماشي متوفر اللوز مثلا، نقدروا نعوضوا بهذا المكون بالطريقه اللي غنقول لكم. عندي هنايا كاس تقريبا عامر ديال الشاي ديال الكوكو محمر، كنأكد انه ضروري خصو يكون محمر. علاش؟ لانه ملي كيتحمر كيعطينا المذاق بحال ديال النوازيت، فغيعطينا. غنبقاو دائما في التيم يعني في النطاق ديال المكسرات، هذا كنعوضوا به اللوز الا بغينا ما كانش متوفر سبحان الله، او لا ما كاين اللي كيكون عندهم حساسيه ديال المكسرات، كتكون عندهم ما كيقدروش ياكلوا الفواكه الجافه، فيمكن يعوضوا به وكيجي المذاق ديالو رائع. جربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. وصافي نبدا بسم الله على بركه الله. انا غادي نبدا، غادي نعجن في القصعه. كنقولوا الحلويات التقليديه ضروري تعجن في القصعه باش كنقدروا نتحكموا في العجينه وكنحيدوا الملمس ديالو، تما كنعرفوا واش كتحتاج بزاف ديال الطحين اولا لا. صافي غادي نعمل كل شيء، الملح هو الاولاني مع البيض ضروري، ونخدمه الفقاس كيبغي يتخدم خصو يتخدم مزيان. غنعملو السكر كنخدمو، والفاني هو الاولاني الطريقه العاديه، يعني المراحل البيض والسكر من بعد الزيت، ومن بعد غادي نكمل المواد الاخرى. صافي كنبقاو نخدمو مزيان حتى كنحسو بالحبيبات ديال السكر، يعني دابت سو ضروري يذوب ديك السكر. كنزيدو الكميه ديال الزيت والخليط ديال النفع وحبه حلاوه. ممكن انكم يعني تكتفيو غير بالنكهه ديال الفاني، ولكن انا كيعجبني الفقاس بنكهه بلديه، كيعجبني ديك المذاق ديالو هكذا كيجي مزيون. والزنجلان بالنسبه للكوكو واللوز فما غاديش نعملو في هذه المرحله، حتى غادي نجمع العجينه ديالي حتى لاخر مره، عاد غادي نقسم على جوج، وغادي نكه واحد الجزء باللوز واحد الجزء بالكوكو باش يجيني يعني الفقاس بنكهتين ونميز بيناتهم. بالنسبه للكوكو واللوز فما غاديش نعملو في هذه المرحله، حتى غادي نجمع العجينه ديالي حتى لاخر مره، عاد غادي نقسم على جوج، وغادي نكه واحد الجزء باللوز واحد الجزء بالكوكو باش يجيني يعني الفقاس بنكهتين ونميز بيناتهم، باش اللي بغات تعمل هكذا تعمل الكوكو، اللي بغات تعمل اللوز تعمل اللوز. وصافي هنايا غادي نبدا بالنسبه للخميره، كذلك ما كنعملوهاش دابا، كنبداو كنعملو الطحين حتى لاخر مره. عندي هنايا كيف ما قلت لكم انا عبرت كيلو ديال الطحين، يقدر يدخل لي كامل في العجينه، يقدر ما يتشربش هذا الخليط، ما يتشرب ليش كيلو ديال الطحين كامل. وبطبيعه الحال دائما يد كيخلط ويد كيدف الطحين، هاد اليد هذا كنستخدموه باش يعني كنقيسو كنجسو القوام ديال العجينه، لان الفقاس هو شويه روينه.
طبيعة الحال انا هاد النصائح كنعطيهم للمبتدئات اللي اول مره كيعدلوه مثلا او لا يلاه قالوا بسم الله في الحياه الزوجيه او لا غير في المنزل، البنات اللي بغاو يتعلموا هكذا يعملوا حليوات او لا شهيوات. فهاد النصائح بحال هكذا كتعاونهم وكتفيدهم، حيت هو الفقاس شويه العجينه ديالو كتجي كتلصق وكترون شويه الدنيا، وخا هو في العجن كيجي ساهل صراحه، ولكن انا كيعجبني نخدمو هكذا في القصعه. ودائما هاد اليد حاولوا يعني ما تستخدموش، خليوها غير من الاضافه للدقيق، وباش تشوفوا التكستورة ديال الطحين، تشوفوا القوام ديال العجينه. كنستمر بالاضافه ديال الدقيق يعني شويه بشويه، كناكد على هذه الملاحظه، الدقيق ما خصناش نضيفوه دفعه واحده، فكنضيفوه على دفعات يعني شيئا فشيئا حتى كيتجمع لنا العجينه، والعجينه خصها تبقى منخوفه. واهم حاجه في الفقاس هو الدلك، العجين خصو يتدلك. صافي العجينه ديالي هي تعجنت، هنايا باقي ما زدتلاش الخميره، كتشوفوا معايا قوام العجينه خصها تكون هيدا، ما خصوش يكون قاصح. الفقاس ضروري ما خصوش يكون قاصح، اذا كان قاصح ما كينجحش وكيتنفخ في الطياب وكيت بحال اللي كيتفركع، ما كيجيش مزيان. غادي نحاول نضيف هذه الخميره غير هيدا ومن بعد ندخلها بيدي وصافي، هنا كتكون العجينه يعني واجده. عاد غادي نقسمها على جوج ومن بعد غادي نكها بالمكونات الاخرى اللي عندي بالنسبه للوز والكوكو. كيف ما قلت لكم بالنسبه للفقاس يعني صراحه هو سهل بالنسبه لي انا، هو ديك السهل الممتنع. بقدر ما هو سهل بقدر ما هو يعني ماشي دائما كينجح وكيتكسر، اولا كي ملي كندخلو الفرن كيتفركع وما كيجيش الشكل ديالهم فيني مزيون. ولكن ان شاء الله الا تبعتوا هاد النصائح فكونوا اكيدين غتحصلوا على واحد الفقاس رائع غزال بلدي ومزيون بزاف ان شاء الله. من بعد ما كنضيف الخميره ديال الحلويات فانا كنحاول نعجنها مزيان وندلك العجينه ديالي مزيان حتى كتشرب لي الخميره تماما. صافي من بعد ما دخلت فيها ديك الكميه ديال الخميره فانا غادي نحاول نهزها لسطح العمل باش نتحكم فيها اكثر، وصافي وكتشوفوا القوام، واصلا باش يكون القوام واضح بالنسبه لكم هيدا يعني القوام كيلتصق باليد، هيدا خصو يكون كتشوفوا يعني ماشي قاصح وماشي رطب بزاف، يعني كتشوفوا الدرجه ديال يعني التكستوره ديالو كيفاش عامله. انا هنايا غادي نقسمه على جوج، يمكن لكم تستعملوا الميزان باش تحصلوا على يعني وحدات متساويه، ولكن انا من غير عيني ميزاني هكذا غادي. وهنا غادي نضيف هاد الكره، غادي نضيف ليلا اللوز، غادي نحاول ندخلو فيها غير هيدا. كنحاول ندخل الكميه ديال اللوز اللي عندي كامله في العجينه وانا كندلك، هادشي في الاخر كيساعدنا اننا كنحصلوا على عجينه مدلوكه جيدا. بالنسبه لهاد الجزء هذا ديال الكوكو هو غنعملو نفس العمليه غير بشويه ونعطيه اتساع الخطر وندخل فيه هكذا بشويش بشويش. واخا يبان لكم في الاول ما كيبغيش يعني يتشربوا، ولكن ثم كتعجنوا والعجينه كتمتص الكوك وصافي. انا غادي نكمل ونرجع معكم ان شاء الله. نفس الشيء كنعملوه بالنسبه للكره الثانيه ملي كنضيفوا لها الكوكو. هنايا في هذا المقطع فانا قمت بالوزن ديال الكرات باش نحصل في الاخير على كرات متساويه ويجيوني لي بودان في نفس القياس. رجعت معكم حبيباتي، اول حاجه غادي نعبر معكم الدقيق اللي تبقى لي، غادي نحاول نعبر لكم هنا بالكاس العنبه باش تاخذوا فكره يعني شحال تقريبا غيدخل لكم. انا كنت عبرت كيلو مكمل، هنا كنظن واقيلا بقى لي كاس يعني غتكون دخلت لي تقريبا واحد 900 غرام، غيجي كاس ديال العنبه معمر. يقدر يدخل لكم كيلو مكمل يقدر ما يدخل لكم شي كامل، هذه هي الكميه اللي تبقات لي وبغيت نعبرها قدامكم باش يجيكم القياس وتكون المقاييس كامله مضبوطه. انا غادي نبدا نشكل يعني لي بودان ديالي اولا الباغيطات ديالي، يعني كياخذوا الشكل ديال دي باغيط.
كيف ما كتشوفوا في الكويرات ما عنديش كبارين بزاف، عندي الحجم ديالو متوسط. انا هكذا بغيتهم حيت كيعجبني الحجم ديال الفقس يكون متوسط، وفي نفس الوقت عندي الفران صغير يعني الليطان ما عنديش كبارين بزاف. وثم طبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الفران ديالكم. اذا كانت عندكم السينيه كبيره فماشي مشكل، تقدروا تكبروا يدكم هكذا حتى كتنقصوا عليكم حتى المده ديال الطياب، ولكن اذا كان عندكم فران صغير فمن الاحسن تصغروا يدكم. ملاحظه اخرى هو انكم خصكم تخليوا مسافه ما بين كل بوده والاخر، لانهم كيتنفخوا تقريبا كيتضاعف الحجم ديالهم في الطياب، فخليوا يعني المسافه الكافيه باش ملي يتنفخ ويطيب ما يلتصقش. وبالنسبه للعجينه فهي مدلوكه تبارك الله مزيان مزيان، فما كتجيكم سهله في التشكيل. وبالنسبه للوز اذا شفتوه بحال اللي بقى كيخرج فماشي مشكل، كتعاودوا تضغطوا عليه وكتسوديو بيدكم، العجينه كتطوعكم في الخدمه وما كتعذبكمش. واهم حاجه هي تخليوا مسافه ما بين كل حربول والاخر، هذه واحد الملاحظه مهمه. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم حبيباتي بعد ما شكلت لي بودان كاملين يعني الحربلات. اذا لاحظتوا انا هادو اللي عملتهم النكهه ديال الكوك، فانا عملتهم على شكل يعني مربع، حاولت نعطيهم هذا الشكل هذا باش نميزهم، وحتى في التقديم يجيوني مختلفين ونعرف بان يعني كنوع من التمييز بينهم. المهم هادو عملتهم صغارين بزاف وخليت وحده حتى نكمل هادو من بعد نطيبها بوحديتها. وهنايا عندي واحد صفار ديال البيضه، عملت له قطرات ديال الخل، شويه ديال القهوه ديال سريعه الذوبان، وعملت واحد شويه ديال الحليب. وانا كاضافه مني غادي نزيد كنستسمح على الصداع، غادي نزيد واحد القطرات ديال الروح ديال الفاني بالنسبه للمهتمات هذه الروح. ملاحظه مهمه حبيباتي هو ان لي بودان ديالنا ضروري خصنا نثقبوهم قبل ما ندخلو من الفران باش ما يطرطقوناش اثناء الطهي، وكندهنوهم بالخليط ديال البيض من جميع الجهات باش التحمر ديالو يجي جميل ويجي مذهب. بالنسبه للفران فكيكون بارد عاد كنشعلوه وعلى درجه 150. رجعت معكم حبيباتي بعد ما الفقس ديالنا خرج من الفران، يلا خرج باقي يعني سخون بزاف، ما تخليوهش يتحمر اكثر من هكذا. انا كنت شعلالو غير من تحت حتى قبض فراسو وشعلتلو تقريبا جوج دقائق من فوق. المهم حنايا في هاد الغرض هاد التحمير كيفاش خصو يكون، كتشوفوا معايا تحميره خفيفه ومزيونه هكذا خصو يكون. وحدات كاملين ما خصهمش يكونوا يعني محروقين. التحميره باقي سخون. هنايا الفقاس فهو ساخن جدا يلا خرج من الفران، فانا كنحاول نظهر لكم درجه ديال التحمير ديالو، حيت هذه ملاحظه مهمه، ما خصوش يطيب بزاف يعني خصو غير يقبض فراسو والتحمير ديالو يجي في هذا اللوين هذا. بالنسبه لهذا السواد اللي في الجوانب فهذاك غير الخليط ديال البيض ملي كيهود مع الجوانب فهو كيتحرق، اما هو التحمير ديالو خص يجي بني فاتح. وعندي هنايا واحد السربيطه ضروري كنفزقها بالمزهر يعني كنرش عليها المزهر ومن بعد كنعصرها مزيان، تقريبا كتكون ناشفه ولكن فيها يعني النكهه ديال الماء الزهر، وكنغطي بها الفقس ديالي ضروري، وضروري نغطيه نجمعو بالسلوفان او لا تقدروا تعملوا شي بولصه او لا اي حاجه. المهم كتحاولوا انكم تغطيوه ما تخليوهش، لانهم الا ما عملتولوش هذه العمليه هذه فهو كيقصح ومي غتجيو تقطعوه فغادي تهرس لكم. هذه الملاحظه مهمه، انا كنحاول نعطيكم جميع الملاحظات اللي غتخليكم تحصلوا على فقس ناجح وما يتهرسش معكم اثناء يعني ملي تكونوا كتقطعوه. انا هنايا غادي نلويه غير بالسلوفان وانتم ممكن تعملوا له اي حاجه، المهم ضروري خصو يتغطى وديك الحراره ديالو ترجع عليه. انا سبقتكم وبديت كنقطع الفقاس وبغيت نصور لكم هذا المقطع هذا باش تشوفوا بانه ما كيتكسرش وما كنضيعوش منه واحد الكميه كبيره، اللهم بعد الفتات اللي هو امر عادي. المهم السكين خصو يكون حاد والتقطيع خصو يكون من الاعلى الى الاسفل وصافي. ودرجه ديال السمك ديال الفقاس ثم على حسب الذوق ديالكم، ولكن هو الا كان رقيق فهو كيجي احسن وما كياخذناش شي وقت طويل في القرمشه ديالو في الفران. بالنسبه للفران فهو في هذه الاثناء عندي شاعل من الاعلى ومن الاسفل وعلى درجه منخفضه، كنأكد انها درجه منخفضه وتردوا معاه البال وعلى حسب الفران ديال كل سيده. المهم ضروري خصكم تردوا البال وتحمروه من جميع الجوانب حتى كياخذ ديك اللون الذهبي الجميل. الفقس ديالنا حبيباتي ها هو وجد من بعد ما حمرته، يعني خدا الوقت الكافي ديالو في التحمير. شوفوا تبارك الله التحمير ديالو كيفاش جا غزال بزاف، انا باقي كنعملوه في طبق التقديم.
تبارك الله جا مقرمش وجا غزال والمذاق ديالو يا سلام. تمنيتكم تعملوه ان شاء الله. انا باقي كنستف هنايا، كنتمنى تجربوه وتعتمدوه لانه فقس ناجح وبدون كسور. اللهم بعد يعني بعد الفتات وصافي ما كنكونوا كنقطعوا هذاك الشيء، الامر عادي يعني، ولكن ما كيدرع منه حتى شي حاجه وكيجي ناجح والمذاق ديالو ولا اروع. هنايا استفت هذاك اللي بالمذاق ديال الكوكو حتى هو كيجي غزال، والتحمير ديالو يا سلام، والمذاق ما نقول لكم شي حاجه غزاله بزاف واقتصادي، وانتم شفتوا يعني ما كيديش بزاف ديال المكونات. وهذا اللي باللوز كيجي ولا اروع، بالنسبه لديك اللوز كيجي التحمير ديالو مزيون حيت انا حمرته، يعني انا استعملت اللوز محمر هكذا كيجيني احسن من الحاجه اللي خضراء. وهنا حبيباتي كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، وكما العاده كنقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه وعلى لي لايك وعلى البارطاج وعلى الكلمات الجميله والتعاليق الطيبه اللي كتخليوها لي وكتفرحوني بها، كنشكركم عليها بزاف بزاف، وكنشكركم على التواجد ديالكم في قناتي المتواضعه اللي كيعني لي صراحه الكثير. كنرحب بالمتتبعات الجديدات اللي التحقوا بالقناه، كنقول لهم مرحبا بكم، نورتوني ونورتوا القناه. نتلقاكم فيديوهات مقبله ان شاء الله مع اقتراحات جديده ضمن سلسله حلويات العيد بسيطه وسهله ان شاء الله. في امان الله حبيبتي، ونهاركم مبروك.